أنا اسمي وفاء نشاشيبى، فنانة تشكيلية عايشة في مصر ليا 27 سنة. ده المعرض رقم 7 ليا، ومبسوطة بالتجربة دي لأنها كانت تجربة نوع من التحدي بيني وبين نفسي، إني هقدر أشتغل أبيض وأسود بالأكريليك بدل الزيت، وسبت نفسي شوية فكسرت بعض القيود واتحررت، حاسة حالي كده مبسوطة، حاسة حالي طايرة. فإن شاء الله يعجبكم المعرض، بس مش عارفة هقول إيه، يعني نبتدي من إيه؟ نبتدي من الفكرة. يعني جات لك الفكرة ازاي؟ فكرة المعرض هل هو فكرة واحدة ولا كذا؟ اربطوا في الفكرة. الفكرة كانت حقيقة المعرض ده هي 3 سنين او اكتر، طبعا انا 13 ما عملتش معرض، والفكرة دي كانت شغلة مخي جامد بالفترة الاخيرة، لاني حاسة يمكن احساسي مش صح 100%، بس حاسة انه الناس بقينا شوية أكتر أبيض وأسود، وفي بقى شوية تضادات يعني في الأوقات كتيرة، فقلت لا، يبقى عايزة أعمل شغل بالأبيض والأسود عشان أبين فيه النور والظلام، اللي هو الأبيض والأسود أو الحرب والسلام ولكن بعد ما اشتغلت أبيض وأسود كتير قلت طب أنا فين النور؟ فين بداية الأمل اللي عايزين ندخل فيه؟ فابتخذت في اللون الأصفر اللي أنا حبيته قوي، لأنه حسيته في تحدي، في تفاؤل، وأنا بحبه، هو في حب يعني، فحطيته كلون من الألوان اللي هي نقطة النور. يعني نقطة النور عندي هي اللون الأصفر من بين الظل والنور اللي موجودين، اللي هم الأبيض والأسود. بدايتي كانت من تقريبا من أوائل التسعينات، أخذت كورسات كتيرة وعملت تجارب كتيرة، ولازلنا بنلعب ولازلنا بنشتغل ولازلنا بنعمل بنحاول نشوف هنوصل لفين. وبنفس الوقت يعني واحد مش عارفة أقول بصراحة. كلمينا شوية عن رحلاتك انتي، يعني في سيرة الرحلات وبتلفي معارض كتير، كلمينا عن رحلاتك. أنا بسافر كتير وبحب، يعني واحدة من الهوايات بتاعتي هي السفر حقيقة. ايه المعارض اللي انتي بتحب تحضريها دايما، بتواظبي على حضورها؟ في معرض عندي يعني اشتركت فيه من 4 سنين تقريبا، هو معرض صالون الخريف بباريس، وده خلاني احس هو اللي بيدينا شوية افكار وشوية تعارف على الفنانين وتجاربهم، وده في باريس في شارع الشانزليزيه، وبنفس الوقت ده بس 4 ايام تقريبا بنعمل المعرض، بس بزوره تقريبا فوق 20,000 شخص من محبي الفنون محترفين او هواة، وبنفس الوقت في فوق 800-900,000 فنان من كل انحاء العالم. فدي ده المكان او ده المعرض اللي انا حريصة اني اروح اشوفه او اكون جزء منه، لانه فعلا بيخليك كده تاخد وجبة دسمة بوقت قصير مكثف. في معارض وورش عمل برضو بحب اروحها لما تكون موجودة في بعض الدول الاوروبية، يعني رحت روما، رحت اليونان، رحت تركيا، بالاضافة طبعا لفرنسا وكده وكندا، بحب اشارك فيها لانها برضو بتكون فرصة انك تشوف تكنيكس الناس التانيين وتاخد منهم وتعطيهم وتتفاعل مع بعض. وانا ظاهر مع الجروب، يعني الشغل الوركشوب تبعهم للمجموعات بحبها، يعني بتلاقيني حتة هنا بالمعرض عملت الحتة دي اللي انا حساها معرض، يعني كده كأنها سور الأزبكية، فيها الكتب، فيها التغيير، يعني واحد بيقعد يدور أنو كتاب أو أنو حاجة عايز يشوفها. وبنفس الوقت بعد ما الزوار بيشوفوا المعرض حبيت أوي فكرة طب أنتوا ادوني إحساسكم، ادوني انطباعكم، وقعوا لي، اكتبوا لي بدكم إياه، ارسموا اللي عايزينه. فالحتة دي صارت هي المرسم بتاعي، يعني والمعرض صار مش معرض لحالي، صار معرض كل الزوار واللي حطوا بصمتهم على الحيطة دي بتاعتنا. كلميني شوية عن المعارض بتاعتك اللي قبل كده والجوائز
يعني التكريمات السي في بتاعتي. شو نتكلم عن في كتير في بعض المعارض طبعا الواحد بنبسط قوي لما بتجي له ثقه اكتر بنفسه لما بيتكرم وبياخد جوائز، فاخذنا جوائز من عده اماكن، اهمها بالنسبه لي كانت شهاده من اليونسكو بالفن، ودي كانت من اليونان بسالونيك السنه اللي فاتت بنوفمبر، وبناء كمان على انا عملت ماستر كلاس اللي هو يعني كانه زي برزنتيشن محاضره عن العمل بتاعي وشغلي وطريقه شغلي، فدي بحسها من الشهادات الاخيره اللي حصلت عليها واللي برضه خلتني اتشجع اعمل معرض واوري اصحابي بالدرجه الاولى والمهتمين بالفن انه الفن هو احساس هو حب، يعني صح لازم نتبع الاكاديميه النظريات الاكاديميه، لازم يكون في توازن وفي ايقاع وفي الوحده بتاعت العمل، لازم تكون عارف انت بتشتغل في ايه والكونسبت بتاعك ايه، عارف المدرسه بتاعتك زي هلا مثلا انا تعبيريه تجريدي، بس مش يعني ذلك انه انت ما تكونش متحرر، يعني تكسر قيود، اعمل الشغل ده خليه 80 90% بعدين شغل عقلك 10 15%، بس ما يكونش من الاول هو انا سكتش وايه الطريقه وايه الالوان اللي بدي احطها قبل ما احط النقطه الاولى بتاعتي واساسي، فده اللي انا تجربتي واللي حابه الناس تشوفها وتفكر فيها وتجربها، يمكن ما تزبطش يمكن تزبط مع بعض الشخصيات اللي بكره. الف مبروك ورب دايما بالتوفيق والنجاح.